رضا تليلي بالأساس اشتغلت كمخرج في السينما، عملت أفلام وثائقية وأفلام تجريبية، وهذه تتسمى من التجارب الأولى في الرقص أو في يعني في العرض حي. نعمله إقامة فنية دوم شهرين في سيدي بوزيد، واخترت أن نخدم على البريك دانس. المشروع فيه دو فولي، فيه الفولي دوكيمونتاسيون دوكيمونتير، وفيه الفولي يعني بيرفورمانس. احنا كي بدينا الخدمة اخترنا انه نخدموا على 10 سنين، هذوما من 2010 تعدت بهم تونس. الفكرة هذه ما كانش نجم تكون ممكنة، كان مش ثم إيمان من جمعية شارع فن دابور بالمشروع، أبار الكنيت المادية اللوجستية والدعم دعم المشروع، وثم برشا حديث، ثم برشا نقاش نشترك معاه أنا في برشا مسائل، في يعني لا بلاس دو لارتيست في اليوم في تونس، ديسنتراليزاسيون بتاع الثقافة، ماهوش كل شيء يبقى محصور في العاصمة أو في المدينة في المدن الكبرى، إنه زادة نتنقلوا لجهات أخرى ونشوفوا شنو موجود طاقات. حاجة باهية على خاطر نشوفوا فكرة أخرى وطريقة أخرى في ممارسة الفن عند البريك دانسر، يخدموا في الشارع وللشارع.